الصباح الجميل مع هذا السن، سن الإذاعة، سن الإمتاع، انطلاقة سليمة ورائعة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا 19 في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل لمسافة المعتادة والمقررة وهي 6 كيلومترات. تنطلق هذه الأسامي، تنطلق هذه الشعارات باحثة عن تسجيل أيضا نقطة ذهبية على أرضية هذا الميدان، وضرغام لقاد المجموعة، ضرغام لانطلق بناموس هذا الشوط. يأتي شعار سيف بن عبيد بن حلوس العامري مقدما لتحديات ضرغام على الصدارة، يلي مع المركز الثاني الدولار لمحمد بن سعيد بن سعيد بن راشد الشهواني، يأتي على مستوى المركز الثاني ثالث الانطلاقات، ثالث التحديات ظبيان لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري، نسير مع المركز الرابع كي أرى التسلل والتقدم لحشيم للسلطان بن سيب بن معضد المشغوني. نتابع المركز الخامس، نتابع التقدم لمشغل للسالم بن علي بن سالم الدرعي، يتسلل بدوره، يتقدم على مستوى المركز الخامس وسادس الانطلاقات. ياتي شاهين لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري، يقدم سلالة شاهين مع المركز السادس، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع انطلاقة شاهين بشعار حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي، ياتي بدوره على مستوى المركز السابع، ومع المركز الثامن تحديات وانطلاقتي ايضا ضرغام لسعيد بن محمد بن سالم بن خليفه الاكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع، تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات، يصل في هذه اللحظات النشمي وشعار بخيت بن راشد بن سيف الشامسي من ينطلق على مستوى المركز التاسع. عاشرا مشاهدينا متابعين الكرام، تحدياتي غزير بشعار عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، شعار رعد ريبح من يتقدم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر الأسامي المتقدمة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك ضرغام من يقود المجموعة، من ينطلق بناموس هذا الشوط، وبتقدم سيب بن عبيد بن حلوس العامري، أهالي القطاع الجنوبي القادمين أيضا بتحديات أشواط الإنتاجي والمنتجين، بتقدم ضرغام اللي يهيمن السيطرة الواضحة والتامة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني. المركز الثاني أرى التقدم في هذه اللحظات مع شاهين محمد بن حميد بن علي الدرعي من يأتي على مستوى المركز الثاني، والتنافس الحاضر مع الكوكب الثنائية، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث مشغل للسالم بن علي بن سالم الدرعي، رابع الانطلاقات، رابع التحديات حشيم للسلطان بن سيب بن معضد المشغوني، ومع المركز الخامس، المركز الخامس شاهين لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافر، نسير مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز السادس كي أرى التسلل بشعاره راعد ريبح ما غزير ذكرناه، مع المركز العاشر في أول لدى، بدأ يتقدم منطلق مع المركز السادس بطريقه إلى الصدارة بمتابعة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، من يتابع غزير مع المركز الخامس او المركز السادس عفوا. سابع الانطلاقات ظبيان لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري، نتابع المركز الثامن، تقدم وايضا تحديات لضرغام لسعيد بن محمد بن سالم بن خليفه الاكتبي، ومع المركز التاسع شاهين لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري. عاشر الانطلاقات،
تأتي أيضا التحديات في هذه اللحظات مع النجم البخيت بن راشد بن سيف الشامسي، من ينطلق بدوره على مستوى المركز العاشر مع تحديات النجمي. هذه النتيجة، أكملنا النداء الثاني للعشر المراكز المتقدمة. المسيرة تسير وضرغام، من يسيطر، من يتقدم، من ينطلق، من يندفع بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار. سيف بن عبيد بن حلوس العامري احد ايضا احد مهتمين بعملية الانتاج والمنتجين، احد الداعمين في هذه الانطلاقات والتحديات. ياتي هذا الشعار على الصدارة والمقدمة، القادم من القطاع الجنوبي، ما شاء الله تبارك الله، عروضة متميزة وانطلاقاتها رائعة منذ البداية. يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط، ولكن التحدي مع شاهين محمد بن حميد بن علي الدرعي، ياتي ايضا على مستوى المركز الثاني ومع المركز الثالث مشغل لسالم بن علي بن سالم الدرعي، ننطلق مع المركز الرابع. وصول في هذه اللحظات مع غزير اللي وصل، اللي تقدم على مستوى المركز الرابع، يقدم بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع ومع هذا التحدي. عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري خامسا، من الجانب الاخر شاهين لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. ولكن بنعود مع الصدارة، مع البداية والمقدمة والتحديات الحاضرة والمغادرة، المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. ما شاء الله، ضرغام يتقدم، ينطلق بناموس هذا الشوط. سيف بن عبيد بن حلوس العامري ياتي بتحديات ضرغام، ولكن أرى شاهين مع المركز الثاني. بدت الأوامر، بدت التحديات، الانطلاق أيضا مع شاهين مع المركز الثاني لمحمد بن حميد بن علي الدرعي. وجولة الأوامر النهائية. غزير قادم مع المركز الثالث، بدأ يقلص المسافة ما بين المراكز المتقدمة. عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري شعار رعد ريبح يعلن الهجوم في اللحظات الأخيرة. ما شاء الله غزير في بحر الناموس يتقدم، ينطلق بناموس هذا الشوط. خلاص قفل على مجريات هذا الشوط. عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، سلام رعد ريبح، سلام بهذا الأداء المتميز. وغزير من ابتعد في اللحظات الأخيرة يقدم أحلى عروضة. مشكور يا سلمان مع هذا الانطلاق المتميز، سلمان العويسي في المتابعة والتضمير. المركز الثاني جاء أيضا شاهين لمحمد بن حميد بن علي الدرعي، المركز الثالث ضرغام سيف بن عبيد بن حوس العامري، المركز الرابع حشيم بن سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، والمركز الخامس أيضا مشغل لسالم بن علي بن سالم الدرعي، من يصل مع المركز الخامس. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول غزير إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق و18 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب بن مهيري، ومشكور يا سلمان العويسي أيضا من قاده بهذا الانطلاق، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. هذه لحظات الوصول ب9 دقائق و22 ثانية و5 أجزاء من الثانية توقيت شاهين لمحمد بن حميد بن علي الدرعي، بينما اللي وصل مع المركز الثالث ضرغام توقيته الزمني مع المركز الثالث 9 دقائق 23 ثانية و9 أجزاء من الثانية. التهاني موصولة للسيف بن عبيد بن حلوس العامري، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تست